الناس البدع غير الله. قال رسول الله، شوف ده كله كلام الرسول، اصفون احنا ما عندنا كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو دون الله ندا دخل النار. ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد يقول لك والله احنا بنحب النبي شديد. هل حب النبي نوبة؟ هل حب النبي تربط نصك وترقص بنصك زي الخيب؟ هل ده حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذب والله. ده ما عنده أي علاقة لا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع الدين، ولا هو موجود في واحد من المذاهب الأربعة. أتحداكم ناس النوبة، أتحداكم أتحداكم، جيبوا لي الإمام مالك رقص وين؟ أصل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ما حتلقى فيهم زول رقص أبدا. لكن مش أنتم مالكية؟ قلت مالكية المذهب وشنو كده طريقتي؟ طيب أمسك في مالك، أتحداك جيب لي الإمام مالك رقص وين؟ عنده نوبة، نوبته لونه شنو؟ تقدر؟ نتحداكم نتحداكم جميعا يا عباد القبور، والله نتحداهم جميعا. جيبوا لنا الإمام مالك كان عنده نوبة ولا كان جلد ما في؟ ولا كان تيس ما في الوقت ذاك؟ تيوس ما في؟ لكن دي كلها بدع وضلالات داروا يغشوا بها الناس، وما قدروا يحفظوا الكتاب ونصوص السنة ويعلموا الناس علم الأئمة المستنبط من الكتاب والسنة، فبقى يرقصوا ويقولوا للناس ده دين، وده كله كذب ما عنده علاقة بالدين. إضافة للشرك في الكلام ده الحاصل، فعلى الإنسان أن يراقب قلبه، يراقب قلبه ويراقب نيته أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا مراءة لأحد من المخلوقين. وأن يجعل الإنسان المؤمن بحق يجعل جميع أعماله خالصة لوجه الله الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالإنسان يخلص النية لله عز وجل، ده الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر من أمثلته دعاء غير الله، زي الناس اللي بيمشوا للقبب وبيسألوا أسيادة من دون الله، أو ينادي زول حي يستغيث به لكن الزول الحي ده غايب، ده برضو شرك أكبر مخرج من الملة وكفر. لأن ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ودي الآية الجبال تليناها ودي تمامتها، لا برهان له به. ربنا قال: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى اللي بيدعو غير الله ربنا سماه كافر، ده الحكم العام. بعد ذلك جاهل، ده موضوع آخر، لكن كحكم عام من دعا غير الله فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة ومشرك. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى شرك: ولا ينبئك مثل خبير. ومن أمثلة الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله، ده شرك أكبر ما أصغر. زول مثلا مرته ما كان بتلي، الله رزقه بولد، قالوا: لا لا لا، ده ما الله، ده ودبوك الشيخ، يشيل طوالي أربع خروف يودي القبة والضريح، يمشي يطبح فيها أعتاب القبة للشيخ، ده شرك أكبر مخرج من الملة. والبهيمة دي أكلها حرام لأنها مما أهل لغير الله به. شرك أكبر يا جماعة مخرج من الملة، حتى لو صاحبه بيصلي وبيصوم لكن شال له خروف مشى طبعه في القبة تقرب لهذا الشيخ المدفون، ده مشرك، شرك أكبر. كذلك من أمثلة الشرك الأكبر والكفر المخرج من الدين ومن الإسلام أيضا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ليه قلنا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لأنه الاستغاثة نوعين، لأنهم زادهم بيلبسوا على الناس. أنا سمعتهم في بعض محاضراتهم يقول لك الوهابية بيقولوا الاستغاثة بغير الله شرك، في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. عارفيننا، لكن دي نوع من الاستغاثة. الاستغاثة نوعين: استغاثة بما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه شنو؟
المخلوق. استغيثت بأخوك، عربيتك اتعطلت، دارت تتحرق في الشارع، نادي زول يا جماعة الحقونا تعالوا، كل زول جاب تراب طفاها، هنا استغيثت بالناس بالمناسبة، دي استغاثة، لكن ده ما شرك، ده بيجوز مباح، لأنك استغيثت بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، دي حاجة الزول بيقدر ليها. أما النوع الثاني دي الشرك، وده خلافنا هنا، احنا ما في ذاك في الأول. وكذلك الاستعانة نوعين، نفس الاستغاثة في مسألتنا نوعين، فيما يقدر عليه المخلوق وفيما لا يقدر عليه إلا الخالق. فالاستغاثة والاستعانة كذلك النوع الثاني فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. تعرف تستغيث لتنزل الأمطار، ما يجوز تستغيث بشيخ. لو استغيثت بشيخ أنت كفرت، ما تقول لي حجر سبع مرات وضربت جنبات الباب بونش أبيض ويا داخل هذا الدار صلي على نبي المختار والف على الحبيب، برضو مشرك، بل باب بتاعك ده انت مشرك. خلاص انا ما اقصد الكتابة، بي بابك ده انت مشرك، مشرك. فما ده ما بيحلك، لانه ربنا قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حج باطل، حابط. صيام رمضان صايم ليك 70 سنة كله حابط، شفت كيف؟ الصلاة بيصلي لك 70 سنة كله حابط. إذا ندهت واستغيثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنت مركت بر الدين، لا بينفعك حج ولا صيام ولا صلاة. وأي مرة مشت لها لفقي أو شيخ قالت لها يا أبوي الشيخ أنا ما عندي جنة الدين، الجنة دي مرقت بر الدين، طوالي مرقت بر الدين، لابد أن نسيبهم الكلام ده. ودي سبب النكسة يا جماعة الحاصلة للأمة الليلة، والله الذي لا إله غيره، ديل هم ضللوا الناس وضيعوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو ما بينا هذا الكلام للناس بعلم وبحجة وبرهان من الكتاب والسنة، الواطدي ما بتصلح أبدا. وما هم كورك وعملوا مشاكل وعملوا جوطة، هذه الشغل قوم، احنا ما جينا شاكل زول، صح قادرين ندافع عن نبينا بإذن الله تماما، خلاص، لكن احنا ما جينا نشاكل زول، نحن جينا نبين الحق، جينا نبين التوحيد، بنقول كذا والله قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال. في ناس ما دارين كلام الله لكن بغشوا عباد الله، بقول لهم نحن بنحب الرسول، كذابين. في ناس تجار بتاعين 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 دين بتاعين اسلام، تجار بعقائد الناس بعقائد المسلمين، ابدوا يكشفوا للناس. وانا اختم هذه المحاضره بالنسبة لأنه الناس ساكنين بعيد جدا، الناس جايين من مناطق بعيدة متفرغة، فرفقا بهم وما ذكر إن شاء الله يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، إن شاء الله نصلي وننصرف، جزاكم الله خير.